أكيد حضرتك مستغرب ليش طلبت شوفك. شو ما كان السبب اعتبري حالك وصلتي. أنت بنت المرحوم أبو رولا اللي إله فضل على البلد كله مو بس علي أنا. تسلم، كلك ذوق. الحقيقة أنا طلبت شوفك برا لأنه الموضوع يلي بدي إياك فيه ماني حابب إبراهيم يعرف عنه شيء. وقعت. حضرتك من القلة القليلة يلي بابا الله يرحمه كان يحبهم كتير، مشان ما طول عليك أنا رح فوت بالموضوع دغري. تفضلي. مثل ما بتعرف بابا كان تحت الإقامة الجبرية قبل ما ينتحر، وقبلها بفترة منيحة عطاني شي وقال لي إنه هالشي ضمان إلي ولورد. أنا بوقتها ما فهمت الضمان لشو، بس هو قال لي إنه إذا الدنيا سكرت بوشي هالشي رح يضمن لي حقي. عطاني بوقتها هارد. إيه هارد. الله وكيلك يا عمو، هالفترة اللي مرقت كانت كتير صعبة علي. موتة أبي كسرت لي ظهري، ما خلت لشي طعم حتى أنا وإبراهيم. مشاكلنا كتير كترت، ما عدنا مثل قبل، وبالفعل الدنيا كلها سكرت بوجهي. لهيك قررت أخذ ابني وسافر برا البلد، فتذكرت حكي أبي وفتحت الهارد. إيه؟ الله لا يورجيك اللي شفته. من لما فتحت هالهارد وأنا مالي قدران أنام، أسماء عالم، استندات وتسجيلات، صفقات فساد، شي فظيع. شو هالحكي؟ هالهارد كابس على صدري مثل الجبل. لهيك قررت أعمل قائمة بكل الأسماء يلي بابا الله يرحمه كان يعزهم ويلي أسماءهم مو موجودة بالهارد، لأنه إذا وقع بين إيدين الناس الغلط مصيبة مثل ما بتعرف. لهيك أنا قررت أحكي معك أول شيء، لأنك أقرب الناس لقلب بابا الله يرحمه، ولأنك رئيس فرعه لإبراهيم. حماك يعني أنت خير ما فعلتي، بس أنا شو المطلوب مني؟ ساعدني بالسفر. بدي تشيل منع السفر عني لأقدر سافر أنا وورد برا البلد، طبعاً مقابل أني سلمك الهارد. طبعاً هذا موضوع بده تفكير وصفنة، أنا ناطرة منك جواب بكرة. إذا قلت لي لا أنا بشوف حدا تاني، وطبعاً بفهمك شو ما كان جوابك بفهمه، لأنه فعلاً مسؤولية كبيرة. أنت قلتيها، مسؤولية كبيرة وبدها تفكير، بس أنا من حيث المبدأ بشكرك على هالثقة. خليني أفكر. أنا ناطرة منك خبر بكرة. عن إذنك صار لازم أمشي. أهلا وسهلا، مع السلامة.